للأسف ما زال الوجع والحداد اللي موجود في كل بيت مصري، واللي مع الأسف أيضا بيتنامى كل يوم. دور كده على محافظات الجمهورية وتعالى شوف كام ضحية لحوادث الطرق والمواصلات على مدار عام واحد فقط، مش هقول لك على مدار 10 سنين. الحكومة بتقول إنها دفعت وصرفت 2 تريليون جنيه، منهم 255 مليار على الطرق وعلى شبكة السكة الحديد. أنا عايزك تبص هذا العام فقط اللي هم بيسموه عام الحصاد، واللي أطلقوا فيه ما يسمى بالجمهورية الجديدة، واللي بيكلمونا عن إن إحنا الحمد لله تقدمنا في مؤشر جودة الطرق، وبقى عندنا طرق 3 أضعاف الطرق اللي كانت عندنا في 2014، وأنفقنا قد ميزانية البلد 2 3 4 5 على طرق جديدة ومحاور جديدة وقطارات جديدة لن يستفيد منها حد، وهدينا المصانع زي ما شفنا امبارح في مصنع الألومنيوم بتاع حجر النواتية في اسكندرية عشان نعمل ورشة ومحطة المترو اسكندرية، وبعنا الأرض وبعنا المصانع بالرخيص وبالبلاش عشان نسد الديون اللي علينا ونعمل بيها طرق ومواصلات، والنتيجة كل يوم ضحية. وعداد الشهداء وعداد الجثث والنعوش اللي بيطلعوا من المستشفيات كل يوم، إما مفرومين تحت عجلات قطر أو ميتين غرقانين زي بتوع المنيا أول امبارح، أو حتى زي الطلبة اللي في عمر الورد اللي خرجوا يتعلموا في جامعة الجلالة، ركبوا الأتوبيس مشوا على طريق الحكومة كانت بتقول عليه من الطرق المعجزة، رجعوا للأسف ملفوفين في نعش أو ملفوفين في كفن. حادث انقلاب أتوبيس طلاب الجلالة، طلبة كلهم في طب، أطباء المستقبل، خيرة وصفوة البلد، اتقلب بيهم الأتوبيس بالشكل ده. عدد الوفيات وصل 13، عندنا قرابة 24 حالة إصابة، بعضهم في حالة خطرة. شفت امبارح تصريح لوزير الصحة واتحذف، يعني ده أيضا موضوع بيدعو للقلق. سيد وزير الصحة امبارح قال إن حالات كتيرة في المصابين حالتها خطر، اتحذف بعد كده هذا التصريح. النهاردة الصبح أعلنوا ارتفاع وفيات الحادث ل 13 طالب وطالبة. إيه السبب؟ إزاي ماتوا؟ ليه ماتوا؟ هتقولي السواق كان ماشي بسرعة، هتقولي مش عارف السواق زي ما قالوا قبل شوية كده إن السواق كان متعاطي حشيش. أقولك والله أنا مصدق كل هذا الكلام، السواق كان ماشي بسرعة، بس هل سواق قطر المنيا بتاع امبارح ده كان ماشي بسرعة؟ السواقين بتوع قطر الشرقية الأسبوع اللي فات كانوا ماشيين بسرعة؟ الحوادث اللي حصلت على امبارح لوحده، امبارح عندنا 5 حوادث من العصر امبارح لحد النهاردة الصبح، 5 حوادث، إجمالي الضحايا أكتر من 23 مواطن مصري ماتوا في عموم الجمهورية بسبب حوادث الطرق والمواصلات. وطبعا الحادثة اللي قدام حضراتكم لما تتفرج كده على الفيديو، ولادنا مرميين في الشارع، اللي مرمي يعني مفروم. شفت امبارح فيديو لحد رجليه مبطورة ولدماغه متهشمة، مرميين في الشارع لا في إسعاف، على ما وصلت الإسعاف بقى طريق في آخر الدنيا، لا في نقط إسعاف ولا حاجة، على حد ما راح لهم كانوا فارقوا الحياة. 13 بيت النهاردة في مأتم، 13 أسرة النهاردة بتودع حد من ولادها في دولة، معلش سامحوني إني بكرر هذا الرقم، لأن الرقم ده في معيار الاقتصاد وفي معيار الإحصاء المفروض يحل مشاكلنا كلها، إنك في بلد دفعت 2 تريليون جنيه على الطرق دي. اتفرج كده على هذا الفيديو. احمد ربنا بالكوم، بالكوم يا مصريين، ولادنا بالكوم مرميين على الاسفلت، لحمه بالكوم. تعرف اللحمه اللي غلوها علينا؟ لحمنا اللي بقى رخيص. شايف العيال متكومين ازاي؟ شايف الطلبه والطالبات راكنينهم على جنب؟ عارف انت راكن دكاتره المستقبل على جنب بالشكل ده. طب ليه؟ أولياء الأمور النهاردة بيقولوا إحنا استغاثنا مرارا وتكرارا وبعتنا استغاثات لوزير التنمية المحلية
بعتنا استغاثات لرئيس مجلس الوزراء بسبب تكرار الحوادث على هذا الطريق. مفيش بقى تقول لي السواق السبب، ده شوف الكلام اهو، يعني ده الحمد لله خرج 14 مواطن وعندنا 22 مواطن يخضعون للعلاج والمتابعه. ده الخبر بعد ما اتعدل وقال لك الاول وزير الصحه قال لك حالتهم خطر، ودلوقتي بيقول لك يعني ايه يخضعون للعلاج والمتابعه. عايز اروح لكلام اولياء الامور، اهالي الطلبه والطالبات بتوع جامعه الجلاله، الجامعه اللي محذوفه في اخر الدنيا، واللي انت بتقول انك عملت واحد من الطرق المعجز، يعني باللفظ كده قال لك الحكومه عملت معجزه. شوف اولياء الامور بيقول لك الحوادث متكرره، اولياء الامور في جامعه الجلاله بيواجهون او يوجهون استغاثه عاجله لرئيس مجلس الوزراء. قال لك عيالنا يوميا على الله بيرجعوا يحكوا لنا على حوادث على هذا الطريق. انت لو تابعت كده من يوم ما فتحوا هذا الطريق قبل سنتين تقريبا لحد النهارده ما بيعديش اسبوع غير بحادث. حوادث هناك بقى من الحوادث العيار التقيل، يعني اتوبيس خيش في جبل، اتوبيس اتحرق والسرعه هناك مهوله لان الطريق المفروض من الطرق السريعه اللي خارج الكردون المباني فالسرعه عاليه. عندك هذا الحادث، ده الحادث اللي احنا بنتكلم عنه اهوت، واللي بعض الاخبار بتقول وفاه، ده نفس الحادث بتقول وفاه 14 واصابه 88 مواطن. الحكومه بتقول لا دول 13، وزاره الصحه يعني بتقول دول 13 و24 طالب. لما تدور كده في الحوادث اللي فاتت، الحادثه دي كانت يوم 31 مايو. روح لي بس على الحوادث الثانيه، عندنا حوادث حصلت، كان عندنا حوادث حصلت قبل 3 4 شهور، حوادث حصلت قبل السنه اللي فاتت، وحوادث بتتكرر. كان عندنا اتوبيس نقل عام قبل شهرين بالظبط ولع في نفس المنطقه، في المنطقه بقى اللي الحكومه بتقول عليها انها منتجع، يعني منتجع وعاملين احدث حاجه واحسن حاجه. شوف كده كلام الحكومه عن هذا الطريق وهذه المنطقه، قال لك منها منتجع الجلاله وشبكه الطرق مشروعات قوميه في السويس اتكلفت 45 مليار جنيه. ما تيجي تبص على هذه المشروعات القوميه اللي اتكلفت 45 مليار جنيه، تروح كده للطريق اللي هم بيتكلموا عنه ده بتاع الجلاله السخنه اللي حصل عليه الحادثه امبارح، تكلف مليار 185 مليون جنيه مصري، مليار و185 مليون جنيه مصري، وعدد ضحاياه خلال سنتين او ثلاث سنين من الفتره اللي فاتت لحد النهارده بالعشرات. ليه؟ لان كتير من المهندسين خبراء التربه وخبراء التخطيط قالوا ان الطريق معمول بمنحنيات خطر، وده ايضا اللي قاله امبارح الطلبه شهود العيان، قال لك احنا قلنا للسواق ان الطريق ده خطر امشي بالراحه، السواق ما مشيش بالراحه، طلع النهارده قال لك ان السواق اتقبض عليه واتعمل له تحليل مخدرات وهو اللي هيلبسها في الاخر. لكن الكلام اللي بيتقال، قال لك مصر بتحفر في الصخر، طريق الجلاله انجاز هندسي ادهش العالم. العالم فعلا دلوقتي مندهش من اللي بيحصل في المصريين، العالم فعلا مندهش من اللي الحكومه دي عملته وصرفته ودفعته، وان وزير كلف بلدنا مئات القتلى على مدار الكام سنه اللي فاتوا، بدل ما نقول له شكرا كتر الف خيرك كفايه اللي انت عملته حافظ على ارواح المصريين، لا ده انا ارقيه اخليه مساعد رئيس مجلس الوزراء او نائب رئيس مجلس الوزراء، واشيله كمان وزاره اللي هي وزاره الصناعه عشان يستثمر في هذا الفشل اللي حصل في النقل يحصل في الصناعه، وديكوا شايفين المصانع اللي بتتباع كل يوم. نزيف لا يتوقف بسبب العيوب الفنيه وتهور السائقين، طرق مصر تحولت لمصيده موت. وده مش خبر موجود في جريده، ده مركز انسان للدراسات الاعلاميه بيقول ان الطرق في بلدنا تحولت لمصيده موت. ايه السبب؟ احنا زي ما قلنا لحضراتكم شغالين بالعدد، خد 70 طريق اعمل لي 10 كباري، الكوبري ده يتكلف قد ايه؟ قال له 3 سنين يا فندم، قال له لا سنه ونص. النتيجه طريق زي بتاع السخنه
كوبري ومحور زي بتاع الساحل الشمالي، كوبري زي بتاع الكوبري بتاع النادي الاهلي في القاهره بيتهد بعد 3 4 6 شهور، كوبري ايضا زي كوبري العمريه بيتهد بعد سنتين، طرق في كل حته، كباري في كل حته، وضحايا وزاره النقل. مش عارف انجاز ليا اقول ضحايا سياده الوزير كامل الوزير على مدار السنوات اللي فاتوا ما زالوا بيتساقطوا كل يوم، مسلسل من حلقات كتيره وبايخه. مش عارف بقى مسلسل رعب ولا مسلسل حزن بندفع كلنا ثمنه، وسياده الوزير لم يجرؤ احد. حتى التعتيم الغريب الاعلامي ورد الفعل الباهت من البرلمان ومنظمات المجتمع المدني والاسود اللي كانوا مش قد الشيله ما تشيلش و 5000 جنيه يا كافر، فاكرين اكيد حضراتكم فاكرين هذا الاستئساد اللي كان بعد الثوره وايام ما في حريه. محدش طلع امبارح وقال الوزير لازم يمشي. قبل ما اخش هوا كنت بتفرج على فيديو للاستاذ محمود سعد، وانا بحترمه يعني على الصعيد الشخصي من الاعلاميين الكبار في بلدنا، ايام حادثه اسيوط في 2013 كان بيقول الوزير لازم يمشي. محدش امبارح طلع قال الوزير لازم يمشي. محدش طلع امبارح قال الوزير مش قد الشيله او النظام مش قد الشيله. محدش قال له يا ريتك كنت مكان عيالنا 13 والعدد مرجح للزياده. عندي 4 قبلهم بسواد ليل. عندي كمان 4 قبلهم بيومين 3. وعندي كل يوم حساب مفتوح عداد عمال بيعد ويكر من صحة ولادنا وأعمار ولادنا واللي بيعيشوا معاها مستديمة بسبب فساد الطرق الكبير. بطالب بإيه؟ بطالب بلجنة مختصة كليات الهندسة في جامعة اسكندرية وجامعة القاهرة وعين شمس وأسيوط وجامعة المنصورة، الجامعات اللي ليها ثقل، تشكل لجنة لإعادة دراسة الطرق والكباري في بلدنا. مش عايزين أكتر من كده. خلاص اللي اتصرف اتصرف، فلوس راحت، يعني عارف أنت فلوس أتلفها الهوى. لكن اللي جاي لولنا والله طريق السخنة ده فيه عيوب فنية، يبقى ستوب، محدش يمشي عليه. سنتين تلاتة أربعة لحد ما يبقى معانا فلوس نعدله. قول لي إن محور الساحل الشمالي اللي كل يوم بيموت الناس، المحور ده معمول غلط، في طلعات ونزلات غلط، يبقى ستوب. وقف. لحد ما بقى عدله بعد 3 4 6 سنين لما يبقى معايا فلوس، لكن عمال تتفشخر عليا وانت بتقبض من جيبي. الحكومة دي الضرايب، يعني عايز اقول لكم معلومة، الميزانية بتاعت الحكومة دي 80% منها من ضرايب المصريين. يعني انت قبضك وبدلتك، الميكروفون اللي انت ماسكه، القناه اللي انت طالع فيها، الفندق اللي انت قاعد فيه، السجاده الحمراء اللي فرشينها لك تحت جزمتك، سفرياتك واتصالاتك واكلك وشربك من جيبي، من جيبي انا كمواطن، من ضرايبي. تطلعش تقول لي بعمل لك محطه وتقول لي انت بتاكل وانت بتشرب وانت مش عارف ايه ونجدناك من الفقر. لا انت ما نجدتنيش، ده انت غرقتني في المشاكل الاقتصادية، ولادي بيموتوا. انا المشهد ده من امبارح لحد دلوقتي لم يفارق عيني، تيالي ما ينفعش يفارق عين او ذهن اي حد. الغريب ان القنوات المصرية ما زالت امبارح كانت بتعرض افلام ومسلسلات واغاني وطنية. مش فاهم ايه علاقة حادثة ولادنا ميتين على الارض ومرميين كوم لحم بالشكل ده على الارض وانت بتعرض لي اغاني وطنيه ليه؟ يعني ايه الداعي؟ ايه الرابط؟ لما انا كاب او ام، دول يعني يعتبروا في 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 دور ولادي اخواتي الصغيرين، يعني اشوف ابني مرمي على الارض كده وافتح التلفزيون اللي المفروض يعني حط لي اشاره سودا على الاقل، يعلن حداد. ولو هنعلن حداد عن كل حادثه يبقى احنا المفروض في حداد طول عمرنا. شغلي اغاني وطنيه. انت مشغلي اغاني وطنيه ليه؟ شغلي اغاني حزينه، شغلي قران، اعمل لي حداد، اقفل التلفزيون طالما الاعلام المصري
تكلمش بلسان المواطن، طلبش بحق المواطن. فيش اعلام امبارح طلع طالب بمحاسبه مسؤول، اتحداكم لو شفت حد امبارح طلع طالب بمحاسبه وزير النقل فضلا عن اقالته، محاسبه رئيس هيئه السكه الحديد فضلا عن اقالته، محاسبه وزيره التنميه المحليه فضلا عن اقالتها، محاسبه رئيس الوزراء، محاسبه اي حد. ده ابني، ابني لميته. انا شفت واحد امبارح ما حبيناش نجيب لحضراتكم الفيديوهات الصعبه، بيقول انا ابني لميته حتت. طب ده ليه؟ مات ليه؟ انا ابني بعته يتعلم، جامعه الجلاله دي جامعه خاصه دافع فيها من دم قلبي عشان ابني يطلع دكتور. اتصلوا بيا تعالى لم ابنك من الشارع، وما تنساش تجيب معاك ميه وصابون عشان تغسل دم ابنك من على الطريق. ده اللي حصل امبارح على طريق السخنه الجلاله، طلبه وطالبات المستقبل.